هنتعرف على قصة طريفة اتعرض ليها الموسيقار فريد الأطرش والفنانة مريم فخر الدين وهم بيصوروا فيلم رسالة غرام، وهنعرف ايه علاقة الفنانة ام كلثوم والفنانة ليلى مراد. سنة 1954 مريم فخر الدين والموسيقار فريد الأطرش راحوا احدى قرى الفيوم علشان يصوروا هناك فيلم رسالة غرام. فالفلاحين لما شافوهم فرحوا جدا وكان صوتهم عالي والدنيا دوشة قوي، فالامر ده ازعج المصورين والمخرج ومساعد المخرج، فحبوا ان هم يمشوا ويروحوا مكان تاني علشان يصوروا في هدوء بعيد عن الدوشة. ولكن الموسيقار فريد الأطرش بتبطل معروف وإنسانيته قال لهم خليهم سيبوهم يتفرجوا، واتفق معاهم ان هم ما يعملوش دوشة. وبعد شوية جه راجل كبير في السن لمريم فخر الدين، كان فرحان وسعيد جدا، قال لها عشت طول عمري اتمنى اني اشوفك والحمد لله اني شفتك. قالت له طب انا مين يا حاج؟ قال لها يعني علشان انا راجل كبير ونظري ضعيف اتوه عنك يا ست ام كلثوم. راحت ضحكت وبصت لفريد الأطرش وضحكوا هما الاتنين ومردتش تحرج الراجل، فكانت الناس كلها عرفت ان ام كلثوم بتصور فيلم، وشيخ البلد كان فرحان قوي وجيه علشان يتفرج، ولكنه كان له بقى رأي تاني، فقال لهم يا بهايم مش عارفين الفرق بين الست ام كلثوم والست ليلى مراد. فالناس انقسمت لفريقين، فريق بيقول ان دي ام كلثوم والفريق التاني بيقول ان دي ليلى مراد. راحوا محكمين الموسيقار فريد الأطرش اللي ضحك وقال لهم الحقيقة هي ليلى مراد، فهو قال كده علشان ما يحرجش شيخ البلد لان هو كبرهم. هكذا كان فريد الأطرش جميل وطيب ورقيق القلب وذوقه راقي جدا، رحم الله فريد الأطرش.